نخش على الرقاق. حلو قوي. مقادير الرقاق المصري معروفه: رقاق طري، لحمه مفرومه متعصجه، بصل وتوم عشان تعصيج اللحمه، وعندنا جبنه. الجبنه ممكن تكون جبنه انت حباها، ولكن يفضل الجبنه الرومي. انا شخصيا بحب الجبنه الرومي مع الرقاق، غير الجبنه الرومي ما بيظبطش الرقاق معايا. اهو ادي اللحمه جاهزه زي الفل، ولكن ايه التركية بتاعتك يا ابو غازي؟ واحنا مع بعض كده نظبط النار. كلنا لما نيجي ناكل الرقاق بتواجهنا مشكله. نشوف المقادير الرقاق يا شباب بعد اذنكم لو سمحتوا. ادي الرقاق. حلو. تفاصيل الشهر الكريم رمضان في مصر: بتاع الرقاق، بتاع القطايف، بتاع الكنافه، بتاع بلح الشام، في كل حته، في كل شارع، في كل حاره. المقادير على الشاشه: رقاق طري، لحمه مفرومه، بصله وتوم، بهارات ملح وفلفل. الاكله دي بريئه من الزعتر، ما تحطليش زعتر مع الرقاق. ومعلقه دقيق، ومعلقه سمنه بلدي، وجبنه رومي، وبيضه وحليب، وبيضه وحليب. والله يا نار حلو. انا عايز بس النار عشان اعمل التركية مع حضراتكم. كنت عايز اعملها بصراحه، بس انا حابب اعملها مع حضراتكم. واللحمه بتستوي هنا كده، بينزل لي الجوس بتاع اللحمه المفروم والدهون بتاعتها ومعلقه السمنه اللي انا بحمر فيها اللحمه. ركزوا بس في المعلومه دي كده اهي. باخد ايه يا شيف؟ ركزوا بقى معايا. اهو هو ده، اهو ده العصب. اهو معلقه دي اهي. بس خلص الكلام، واقف عليهم كده ياخدوا لون يتحمروا. اهو دي بقى بتجمع اللحمه كلها وتخليها لك كلها ايه، ايد واحده في قلب الايه، الرقاق. اهو التحميله دي مهمه جدا. ما تقلبهاش غير لما تتاكدي ان الدقيق داب، كانك بتعملي بشاميل. بهاراتنا هنا ملح وفلفل، ملح وفلفل. ممكن عايزاها سبايسي حطي فلفله حلوه. ادي الفلفل بتاعنا وادي الملح. ممكن تعمليها بضاني، لحم مفروم ضاني، ممكن تعمليها بلحم مفروم كندوز. عايزه تعمليها بلحم جملي مفروم، انت حره براحتك يعني. كل دول مع بعض. خلاص يلا. شفت معلقه الدقيق راحت فين؟ فين الصوص بتاع اللحمه؟ اختفى. فين السوائل اللي نزلت باللحمه؟ اختفت. دي لما تبرد تلاقيها ايه، كلها ماسكه بعضيها. نجيب الرقاق بتاعنا، ونجيب الصينيه اللي هنقدمها للضيوف، نفس الصينيه اللي هشتغل فيها، صينيه حلوه زي دي كده. وتعالوا نعمل صينيه رقاق بتتكلم مصر. وانا شغال معانا في المقادير بيض وحليب. خلي بالك ده مكتوب في المقادير، انا مركز عليهم. خلي بالك كل ده فين؟ والباميه على النار بتستوي، تاخد الوقت. حله محشي بتعمليها النهارده حطها على النار وانسيها. ديك رومي بتعمليه النهارده وانت كريمه واحنا بنستاهل، حطيه في الفرن وانسيه. عندك فخده ضاني وعايزه تعمليها بالخضار وتعمليها بالثوم والروزماري وتفتحيها كده وتحطي فيها حشوه لطيفه من الثوم والروزماري، حطها في الفرن وانسيها. شايفين الصوره الحلوه؟ بتتكلم مصر على الشاشه القناه الاولى. وغطي الباميه. نيجي على اللحمه المفرومه. هندبتها انا للرقاق. ناخد الرقاق بتاعنا كده ونبص عليه. اوعى تكشيف الرقاق ده كده غير وانت هتشتغلي فيه. كم طبقه يا شيف؟ اتسالت السؤال ده على السوشيال ميديا. لما اجي اعمل الرقاق بيطلع معايا عجين وبيبقى سبيك والجو ده، لا هم ثلاث طبقات جواهم اللحمه المفرومه وفوقهم ثلاث طبقات. بالشكل ده كده. زي الفل. وهنزل باللحمه المفرومه في قلبي. تعالوا مع بعض ناخد البيض. ركزوا بس عشان الفيدة الحشوة اللحمة المفرومة، ومعانا في المقادير اتنين بيضة. حلو زي الفل. في قشرة نزلت هنا كده شباب بالراحة. حلو قوي. بنحط على البيض ده شوية حليب. هي دي التركاية بقى، بناخد صينية رقاق ماسكة نفسها كده، شوية حليب اهو زي الفل. عندنا جبنة رومي مبشورة ناعم. هنزل بيها كلها الرقاق جبنه رومي. ركزي في الحته اللي جايه، شويه ملح وشويه فلفل، ومعايا المضرب فيه. هقلب الخليط ده كله مع بعض. ملح قليل عشان الجبنه الرومي مالحه، وشويه الفلفل الحلوين زي الفل. ونقلب الخليط ده وشوف انا هعمل ايه دلوقتي وانا معاك. كلنا بنعمل صينيه الرقاق ما بنعرفش نعملها زي امهاتنا. الله يرحم امهاتنا والامهات اللي موجوده، ربنا يبارك لنا فيهم ويديهم الصحه. كل ام عايشه بتتابعني دلوقتي وبتشوفني، واللي مش بتتابعني ربنا يديها الصحه وطوله العمر يا رب. البيض مع اللبن مع الجبنه الرومي، ملح وفلفل. تقليبه جيده.
واخليهم جنبي كده وشوف انا هشتغل ازاي دلوقتي. اه واجيب مغرفه حلوه كده زي الفل، الباميه على النار نسيتوها زي الفل، وام علي في الفرن. اه واخد من الخلطه دي يا عم الشيف واحط كده واشرب الرقاق، لان الخلطه دي هتنزل على الرقاق. اه حلو قوي. اه وناخد الطبقات التانيه، اللهم صل على النبي، وننزل بها كده ونيجي على الطبقه التانيه اهي كده. الطبقه الاخيره بقى مش هننزل بها دلوقتي، هنعمل ايه؟ هنجيب سكينه صغيره، ما انا عايز تطلع بصينيه شكلها حلو، عزم حماتي النهارده، وحماتي دي استاذه في عمايل الرقاق، وامي استاذه في عمايل الرقاق، فانا مش عايزاها تضحك علي. اه الطبقه الاخيره دي بشيل ده الاطراف دي كده بالسكينه وانا شغالها. اه 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 على فكره لو ما عندكيش الطبق البايركس اللي انا شغال فيه ده كده، ممكن تعملها بصينيه الومنيوم عاديه خالص. اه وقت الرقاق السكينه هنا بتشتغل مع العظم بتاع الصينيه، خلي بالك عشان ما تجيش على ايدك. اه اه واشيل دول كده بالراحه، اللهم صل على النبي. اه الله الله اكبر الله اكبر، خلي بالك من الطبقه الاخيره، ما جبت سيرتها. اه الطبقه الاخيره لسه ما جاش دورها. اه ونحط كده، انا عايز صينيه الرقاق دي تتدرس. اه التفاصيل عندنا على شاشه القناه الاولى. اه 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 بينزل لين يروي بقى، يروي العجينه الرقاق. اه اه الطبقه الاخيره فين؟ اه حاضر. اه ناخد الطبقه الاخيره بقى زي الفل كده، ونعمل الحركه دي كده واحنا مع بعض. اه اللهم صل على النبي. اه كمان الحركه دي كده، وكمان الحركه دي كده. اه نجيب السكينه نقطع القطعه دي كده، دي خبره السنين. اه وننزل بها تاني كده على الوش. اه حلو قوي يا شيف، ايه الحلاوه دي يا شيف. اه ونيجي في الاطراف ونحط الحشوه دي كده. تسلم ايدك. سمنه بلدي يا ربي، السمنه دي الست الطيبه اللي ادتها لي هديه، ربنا يديها الصحه، من المنوفيه من البتنون، قالت لي شوف ابو غازي انا بحبك، والسمنه دي عاملها لك بايدي، امانه عليك تاكل منها وتاكل ولادك منها. انا اكلت ولادي وجبت منها باكلكم انا كمان. اهو اهو سمنه بلدي تتكلم من المنوفيه اهي على وش الرقاق. درجه حراره الفرن كام يا عم الشيف؟ 180. صل على الحبيب في ام علي هنا سبقانا، هندخلها كده الصينيه ده مكانها. ايه الرقاق اخباره ايه؟ نبص عليه بصه كده عشان عايز ايه بقى؟ اغرف الباميه. اه انا كنت عايز ادخلها الفرن بصراحه، بس انا حابب اقدمها كده صينيه رقاق بتتكلم كل اللغات. اه بتتحمر لسه. اه حلو، ايه الاخبار؟ لا 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 لا، البال الحلال ربك بيبارك فيه. اه بيقول لي اتحرقت يا راجل، بتهزر؟ اللهم صل على النبي. يفوتة كمان نشيلها. لا ده لازم تصورني معاها دي يا فاروق، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. ايه الحلاوة دي يا شيف؟ ايه الحلاوة دي؟ اه. صينية رقاق بتتكلم مصري. مبروزها ومغلفها بالزبدة البلدي الصعيدي اللي جاية لنا من المنوفية وموجودة في الصعيد. اه. بعمل حاجة كده صغيرة. برزنتيشن يعني. جو يعني. حلو؟ اه. ايه الأخبار؟ We'll be right back.